أبا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشرق وجهك يا ابن الفاروق. أي خبر كريم تحمله لنا يا صاحب رسول الله؟ الحمد لله، حسم أصحاب الرسول أمرهم باختيار خليفتهم. والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولكنك لم تخبرنا من اختاروا خليفة للمسلمين. اختار الصحابة أبا الحسن خليفة عليه، فليس بين المسلمين من هو أصلح منه للخلافة. وهل قبل أبي البيعة؟ أقصد أنني أعرف أنه يريد أن يكون وزيراً لا أميراً. أقر للقوم بيعتهم حتى لا تفترق العباد وتفسد الأمة، على أن تكون مبايعة الصحابة له على رؤوس الأشهاد وأمام الملأ في المسجد. بارك الله به وأعانه على هذه المهمة الصعبة. هيا بنا لنلحق بالقوم إلى المسجد ونبايعه معهم. على بركة الله. هيا. يا قوم، البشرى يا قوم، يا قوم، البشرى يا قوم، البشرى. ما وراءك يا خراس؟ تمت البيعة لعلي بن أبي طالب. متى؟ الصحابة جميعهم في المسجد يبايعون. إذن لقد حسم الصحابة أمرهم. فماذا بعد؟ ماذا بعد أيها الأشتر؟ إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، والفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة. إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة، فإن الناس أمامكم، وإن من خلفكم الساعة تحدوكم. تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر الناس أخراهم. اتقوا الله في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. صدق الله العظيم. أنا الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبايع علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. أنا طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، أبايع علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. أنا عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، أبايع علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. نبايع علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين. ماذا تقول؟ قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويلك، بل ويلنا جميعاً. قتل خليفتكم أيها المسلمون، قتل عثمان بن عفان. لم يكرمنا الله بنصرته، لم يكرمنا الله بنصرته. لنكمل طريقنا إلى المدينة يا ابن مسلمة، لعلنا نمسك هؤلاء السفهاء. لا، يجب أن نعود إلى الشام ونرى ما يراه أميرنا معاوية. كان قلبي يحدثني بأنهم قاتلوه. رحم الله أمير المؤمنين، دفع الفتنة بروحه.
أرجو أن يجمعه الله مع رسول الله وصاحبيه في الجنة. يجب أن نسرع بالعودة يا عبد الرحمن. أخشى أننا لن نعود معك. لماذا؟ أقسمت أم المؤمنين ألا تدخل المدينة وفيها قتلت عثمان. سنعود إلى مكة. كما تشاء أم المؤمنين. أبلغ عزاءنا لأبناء عثمان وأهل بيته وللصحابة جميعا. إن شاء الله. فتظنهم صادقين في ندمهم على مقتل عثمان؟ أتعرف ما مشكلة الأعراب يا خراس؟ لا، إنهم أعراب. لو لم يقم بين هؤلاء نبي لظلوا قبائل متناثرة متنافرة، ولكانوا أفنوا بعضهم. ولولا محمد لجعلهم دين جدك إسرائيل خولا في حضائرنا. هذا أول الغيث يا خراس، أول الغيث يا ابن عمتي. هذا ثوب عثمان الذي قتل فيه، وعليه دماؤه، وفيه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة، أصابعها التي قطعها أعداء الله. قل له يا معاوية، لقد ذبحوا أمير المؤمنين عثمان من الوريد إلى الوريد، تكاثروا عليه وقتلوه في الشهر الحرام في حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له، يقول لك المسلمون: يا لثارات عثمان يا معاوية، يا لثارات عثمان. قل له: أنت ولي عثمان، فإن ضاع دمه فبئس الولي أنت، بئس الولي أنت. ومتى أنتم راحلون يا ابن الحكم؟ لقد جمعت بني أمية وسنخرج في الليل متخفين، فإن هؤلاء الأوغاد لن يلبثوا أن يقتلوا كل أقارب عثمان في المدينة. وهل سيسمح لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بذلك؟ حاشا لله، ولكن عليا يخاف الله وهؤلاء لا يخافونه، ومن لا يخاف الله يخاف منه أيها النعمان. يحرسكم الله أيها القوم. سر على بركة. ابن لأبي بكر وربيب لعلي، والله ما أنت منهم في شيء. دعه يا أبا محمد، دعه. قتلوا الخليفة وهاهم يغيظوننا بالتجوال بيننا، وكأن المدينة صارت ملكا لهم. لا عليك يا أبا محمد، لا عليك، فأمير المؤمنين سيقيم الحد على كل من شارك في جريمة قتل عثمان رحمه الله، ولكنه ينتظر وصول بيعة جميع الأمصار له. ثم إن ما رآه بشأن القصاص صحيح، أما سمعته حين قال إن أمرهم متشعب ويحتاج إلى وقت لعلاجه، فمنهم من كان معهم ولم يشارك بجريمة القتل ولم يرضى بها، ومنهم من لم يعرف بعينه، ومنهم من لم تثبت إدانته، ومنهم من هرب معتصماً بأهله وقومه. إن استتباب أمر الأمة الآن له الأولوية عن كل ما عداه. سأنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر، ولن يهنأ لي عيش
ما لم يتم القصاص من كل أولئك الذين أولغوا بدم أميرنا الطاهر عثمان أسكنه الله فسيح جنانه. هون عليك يا أبا محمد، هون عليك. لم يتسنى لنا استقبالكم بما يليق بزوار مكة يا ابن العباس، تفضل. أهلا ومرحبا بك، تفضل تفضل. لقد وشحوا أيامنا بالحزن فلم يعد فيها مكان للفرح. حين بلغنا نبأ مقتل أمير المؤمنين كنا قد خرجنا من مكة، فوددنا لو كنا هنا حتى نستطيع الدفاع عن أمير المؤمنين، لكننا لم نستطع إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيكم وقبل لكم حجتكم. اللهم آمين. كيف حال ابنك محمد؟ سمعت أنه أصيب أثناء دفاعه عن أمير المؤمنين رحمه الله. بخير، فجراحه يسيرة، ولكن جراحنا ستبقى مفتوحة على مقتل أميرنا أمام أعيننا، ولن يشفيها إلا القصاص. لقد أمرني أمير المؤمنين علي على البصرة خلفا لابن أبي عامر. ومتى تذهب؟ غدا صباحا عندما يتجهز أهل بيتي، وفور وصولي سأعمل على أخذ البيعة لأمير المؤمنين من أهل البصرة. وقد ولى أيضا أبا قتادة الأنصاري على مكة خلفا لخالد بن سعيد بن العاص، وقد ولى أيضا عبيد الله بن العباس على اليمن. نرجو من الله أن يكون فيما فعله أمير المؤمنين علي خير للمسلمين في كل الأمصار. سيكون ذلك بعون الله. لما أنت قلق يا أخي؟ روحي فداك يا أخي. أخشاه يا أختاه أن أبي لم يلي هذا الأمر إلا وقد كثرت الفتن، ازداد الموتورون والحاقدون، وقد بات أمر الناس شعبا. لكن عمي أبا الحسن سيعرف كيف يعيد الأمور إلى نصابها. سيعيدها يا ابن جعفر، سيعيدها، ولكن السؤال كيف؟ بالسيف؟ إذن والله ستسقط نفوس بريئة ونحن بغنى عن ذلك. أترى ماذا ينتظر أبي؟ قد مر على جدي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور. جدي كان يواجه كفارا وكان يأتيه الأمر فيهم من السماء، أما أبونا الآن يا زينب فإنه يواجه مسلمين وقد انقطع الوحي. يا أبا محمد، عمي علي لم يسعى إلى الخلافة، هم بايعوه، لا بل أرغموه عليها. أجل بايعوه، كلهم بايعوه كما بايع عثمان من قبل. قتلوها. أجل قتلوها يا عبد الرحمن. كيف طوعتهم قلوبهم؟ كيف طوعتهم أيديهم؟ هل لم يخافوا أن يخسف الله الأرض بهم؟ وهل مثل الذين عثمان يقتلون؟ دعوني وحدي.
إذا نويت الرحيل إلى مكة يا ابن عمر؟ نعم يا ابن عباس، لقد ضاقت بي المدينة وما عدت قادرة على البقاء فيها. ربما هناك قرب بيت الله الحرام أجد ما يريحني مما أنا فيه. لا أدري ماذا أقول لك، ما دمت تجد هناك ملاذا لروحك فلترافقك السلام. أرسل إلي أمير المؤمنين ليبلغني أن أخرج إلى مصر، فقد أمرني عليها. أعرف يا ابن سعد، وأنت لها كان الله في عونك. ما لي أراك مهموما يا أبا محمد؟ والله إن الفتنة لا تضل برأسها، وأرجو أن ينجي الله أمير المؤمنين من أنيابها. أبو الحسن للمعضلات يا حسن، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وما الذي استطعناه فلم نفعله يا ابن أبي عامر؟ ألم يقل لك مروان إننا كنا محاصرين مثل عثمان رحمه الله؟ محاصرين؟ قل كلاما مقنعا يا ابن أبي بكر. أنتم في المدينة كنتم تستطيعون القضاء على أولئك البغاة والدفاع عن أمير المؤمنين. على رسلك يا ابن أبي عامر، على رسلك. إن أمير المؤمنين عثمان هو من أمرنا بعدم التعرض لهم، فنحن حوصرنا بطاعة أمير المؤمنين. أخرج إلى دور مكة يا عبد الرحمن لترى المآتم في كل بيت أموي، كلهم يبكي عثمان ويحملنا مسؤولية التخاذل عن نصرته، فوالله لئن لم نستطع الدفاع عنه حيا فما نحن بتاركي قتلته، ولو لم يبق على وجه البسيطة إلا أموي واحد. ما الذي تقوله يا ابن الحكم؟ عثمان ليس ملكاً لبني أمية فقط، إنه خليفة كل مسلم، وعلينا جميعاً تقع مسؤولية المطالبة بالقصاص من قتلته. ولكن نحن الآن لنا خليفة هو الذي يقيم حدود الله. متى ذلك؟ إن كثيراً من هؤلاء الغوغاء قد خرجوا من المدينة، لو كان يريد القصاص منهم لما تركهم يعودون إلى أمصارهم. اتق الله يا ابن أبي عامر، أمير المؤمنين علي لم تستقر له الأمور بعد، ثم على من تريد إقامة القصاص؟ الذين قتلوا عثمان أو تمالأوا على قتله ليسوا واحداً أو اثنين، هم بالمئات، وإقامة الحد عليهم تستوجب التثبت أولاً وإقامة البينة ثانياً. نريد أن نكلم أم المؤمنين عائشة يا عبد الرحمن، أيرضيها أن يقتل أمير المؤمنين هكذا؟ ماذا تستطيع أن تفعل لكم أم المؤمنين؟ مذ عادت إلى مكة وأنتم تتباكون عندها. ومن لنا سوى زوجة نبينا أم المؤمنين وبنت الصديق تطالب لنا بحق ابن عمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي متاهة دخلناها، أي متاهة دخلناها. وقد طلب مني أمير المؤمنين أن أخذ معي إلى الشام ما شئت من الجند للحصول على بيعة أهل الشام. لا أدري يا حسين، لست مرتاحا لهذا الأمر. وما الذي ستفعله؟ سأذهب بعشرة رجال للحراسة فقط، وسأحرص على كسب محبة أهل الشام، آخذا بنصيحة أمير المؤمنين بأن أهل الشام يخلصون لمن يحبونه. صدق والله أمير المؤمنين، أنت خير من يقوم بهذه المهمة، أهل الشام يحبونك. أعذرني يا بني، يجب أن أذهب كي أتجهز للسفر إلى الشام. على بركة الله وبأمان الله.
تفضل. علينا أن نوقف رحيل أنصارنا عن المدينة، فخروجهم شر علينا. وما بقاؤنا في المدينة وأهلها ناقمون علينا. يا قوم، إن خرجنا من المدينة فلا يرتاح خصومنا حتى يحملوا أمير المؤمنين على القصاص منا. لو لم تكن خلفنا قبائل تستطيع الوقوف بوجههم لما قمنا بالأمر برمته. والله لو تجرأ أحد على أمير المؤمنين علي لنلحقنه بعثمان. أخشى أن يقف علي بن أبي طالب إلى جانبهم. ولماذا يقف إلى جانبهم وقد قمنا بهذا الأمر من أجله؟ هو لا يرى ما تراه، وحين تهدأ الأمور سيبادر للاقتصاص من كل من شارك في قتل عثمان. بارك الله فيك يا أشتر. نعم، ليس من الصواب العودة إلى مصارب. أما أنا فقد بذلت وسعي وسأعود وقومي إلى مصر، ومن تسول له نفسه بمطالبتنا بشيء فإن على أهبة الاستعداد له. أما نحن فلن نبرح هذا المكان حتى تهدأ الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنت؟ ماذا تريد؟ من؟ النعمان بن بشير الأنصاري؟ أجل، النعمان بن بشير حامل رسالة أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان، إلى الأمير معاوية. تفضل يا أنصاري، تفضل. إن هؤلاء يذهبون إلى حتفهم، أما نحن فلن نبرح المدينة حتى لا نتهم بقتل عثمان. صدقت، بخروجهم أثبتوا أنهم هم من قتلوا عثمان لا نحن. لن نبرح المدينة. لن نبرح المدينة. لن نبرح المدينة. هذا واجبنا يا ابن قيس وسنفعل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذه رسالة أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان إليك. هذه ثياب أمير المؤمنين عثمان بن عفان التي قتل فيها، وهذه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة، قطعها أولئك الذين استباحوا دمه وعرضه وداره. أين صاحبك؟ أنا ثوب عثمان! أنا ثوب عثمان بن عفان الذي أخذ غدره! قتل بأيد باردة وبقلوب أعماها الله على الحق! قتل الإمام له النجوم خواطعه، والشمس بازغة له بكسوف! يا لهف نفسي إذ تولوا غدوة بالنعش فوق عواتق وكتوب! هذا الخبيث عثمان! هذا ثوب عثمان!
وقد بايع صحابة رسول الله وأهل المدينة علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين خلفاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمه الله وأقرني والياً على الكوفة وأرسل إلي يريد بيعتكم يا أهل الكوفة. نعم الخليفة أبو الحسن، أنا عدي بن حاتم الطائي، أبايع باسم الطائيين علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. وأنا هانئ بن عروة المرادي باسم المراديين، أبايع علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد يسع ماء كثيرا. ألن تشاركنا الزاد يا ابن حنيف؟ كلوا، لا رغبة لي بطعام. وهذا ما حدث، ودم عثمان الآن في رقابكم، فلا تضيعوه. قد سمعتم ما قاله النعمان بن بشير الأنصاري. أشيروا علي، أشيروا علي يرحمني ويرحمكم الله. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: وأمرهم شورى بينهم. الموت لقضاة عثمان! الموت لقضاة عثمان! يا أبا عبد الرحمن، لقد كان عثمان بن عفان خليفتنا، فإما أن تقدر بطلب دمه وإلا فاعتزلنا. أجل يا ابن أبي سفيان، أقسم بالله بأني لن أمس زوجتي ولن أنام على فراشي حتى نقتص من قتلة خليفتنا. من أقسم مثل قسمي فليقل يا أبا عثمان. إنهم يدنسون المدينة ببقائهم فيها. متى يقتص منهم أمير المؤمنين؟ إن أبا الحسن منشغل الآن بأمر ولاته، وسيتفرغ لهم حين يفرغ من أمر الولاة. أقسم إني لم أعد أطيق الخروج من داري كي لا أرى هؤلاء الغوغاء أمامي، إنهم في كل مكان. لا تغيب صورة عثمان عن بالي وهو مسجن في داره. ألا ليتنا غادرنا المدينة قبل أن يقتل كما فعل عمرو بن العاص وغيره. لقد غادر المدينة الكثير من الصحابة كي لا يساكن هؤلاء القتلة. لندع أمرهم إلى أمير المؤمنين. أخشى ألا يتمكن من القصاص منهم، إنهم كثر. والله إن العبء على أبي الحسن لثقيل، وأخشى ألا ينتهي هذا الأمر إلا بدماء كثيرة. لقد هرب قسم منهم إلى أمصارهم، والقسم الآخر ما يزال على أطراف المدينة، وكلما تأخر القصاص منهم صعب الأمر أكثر. الذي لن أغفره لنفسي، كيف يقتل عثمان أمام ناظرنا؟ وما الذي قدرنا عليه ولم نفعله يا طلحة؟ ألم يكبلنا أمير المؤمنين بمنعنا من قتالهم؟ ثم إننا لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى حد قتله. لم تعد هذه الأعذار تخفف عن نفسي ما قد حصل. أشعر أنني أقولها
لأقنع بها نفسي ليس إلا. أشعر أنني كنت أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. أجل، كنت أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. أسمعني يا ولدي، ماذا حفظت من القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت، أحسنت يا ولدي، أحسنت. هيا قوموا إلى طعامكم، نريد أن نكمل القراءة. يا علي، جدك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا. ثم إن الطعام سيجدد همتك على القراءة يا بني. هيا هيا يا ولدي. وما الذي تستطيعه أم المؤمنين عائشة حتى يتباكوا حولها؟ قلت لهم هذا الكلام يا ابن عمر، ولكنهم ما فتئوا يتوافدون إليها. أخبرتني حفصة بنت عمر بحالهم، إنهم يتوافدون إليها أيضا وإلى أم سلمة، ولكن هذا شأن أمير المؤمنين. ولكنهم يقولون إن أمير المؤمنين انشغل عن الأمر. يا عبد الرحمن، ليس علي ابن أبي طالب من يغلبه الناس على أمره، ولكنه مشغول بأمور المسلمين حتى تهدأ الأمور قليلا، وهذا هو عين الصواب. لا أدري يا ابن عمر، ولكن الأمر بدأ يقلقني. كل ما في الأمر أن أبا الحسن يريد أن يتجنب الفتنة التي تحاشاها عثمان رحمه الله. كان الله في عونه وفي عوننا. لقد تأخرت بالقدوم إلينا يا أبا عبد الله. ما وصلني النبأ ونحن في فلسطين. لم أنم ليلتي، وفي الصباح شددت الرحال إليكم. هون عليك يا أبا عبد الله، هون عليك. لن يفلت قتلة عثمان منا. وعثماناه يا معاوية، وعثماناه. وقد أقسم بعض أهل الشام أنهم لن يمسوا نساءهم أو يناموا على فراش ما لم ينتقموا من هؤلاء القتلة. أنا ابن عم عثمان وأنا وليه، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اسمع يا ابن العم، أنا كنت حاضرا، وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي كانوا يريدون قتاله، إلا أن عثمان رحمه الله منعنا من قتالهم والدفاع عنه خشية من وقوع فتنة. ثم إنهم ليسوا واحدا أو اثنين، إنهم كثر. سنقتلهم ولو كانوا ملء الأرض. قد علمتم أن الصحابة تبايعوا علي بن أبي طالب خليفة، وهو لابد أن يقتص منهم. لن أبايع أحدا وقتلت عثمان على قيد الحياة. لن أضع يدي بيد خليفة قبل أن أقتل كل من شارك بقتل عثمان. أجل، عثمان قتل مظلوما، وبعض قتلته في عسكر علي بن أبي طالب، وهم غالبون لهم شوكة، فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان. إنهم لم يقتلوا عثمان إلا نقمة على بني أمية. ألا إن بني أمية مذنبون إذا لم يأخذوا بدم ابن عمهم وخليفتهم. لا أظن أن عليا سيرضى أن تقتلوهم إلا بأمره.
فليقم القصاص عليهم قبل أن يطالبنا بمبايعته. أجل، وإلا فنحن جاهزون لقتل شذاذ مصر والكوفة والبصرة واحدا واحدا. ولعلي علينا السمع والطاعة إن فعل ذلك. وأنت يا ابن العاص، على ما نويت؟ لست تقول إن بني أمية مذنبون إن لم يطالبوا بدم ابن عمهم وخليفتهم؟ أجل، فما وقد قتلوه الآن فلن يمنعني عن قتلهم أحد. الآن تأذن لنا يا ابن حنيف، فقد جئنا لنبلغك مبايعتنا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لعلك تريد أن تقول لي شيئاً أيها الأحنف. ما تعودت أن أسأل عما ليس من شأني. يا ليت كل الناس مثلك أيها الأحنف. فكيف يكون امتحان الله للناس أيها الأمير؟ قال تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ونعم بالله أيها الأحنف، ولكن بأي دالة يرى هؤلاء الناس أنفسهم نداً لصحابة رسول الله ثم يبدأون بعزل الخلفاء واختيار الخلفاء؟ والله ما كانوا معنا إذ ننصر رسول الله، ولا كانوا معنا إذ نقتل في سبيل إعلاء كلمة الله. أعتقد أن هناك أيادي خبيثة تلعب في الخفاء تقنعهم بأنهم أنداد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يريدون لأنفسهم ما يرونه لكم، وأصبحوا يطلبون من الأمر ما كان محصورا فيكم. نعم يا ابن قيس، إننا نحفظ لكل رجل مقامه، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر الأمر على المطالبة بحقوقهم لما اعترضنا عليهم بشيء، ولكنهم بدأوا بالتطاول باسم الدين على صحابة رسول الله. هذا نتيجة الفهم الخاطئ الذي فسروا به نصوص القرآن الكريم، ونتيجة الورع الذي فرضوه على أنفسهم بحسب فهمهم القاصر لأركان هذا الدين. ولكن لهم بصحابة رسول الله خير معين على فهم نصوص القرآن. غرتهم أنفسهم فغررت بهم. أجل والله، إن أكثرهم يخرجون معهم تعصبا لقبائلهم أو طمعا فيما سيجنونه. لذلك فالتعامل معهم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل أهوائهم، وإلا فلا سبيل إلى التفاهم معهم. يهديهم الله فيما هو خير لهم وخير المسلمين. آمين. أنا خائف يا ابن سبأ، لما نبقى هنا؟ فإذا تفرغ لنا علي بن أبي طالب سيقيم الحد علينا لاشتراكنا في دم عثمان بن عفان. اطمئن، ما دمنا في المدينة فلن يستطيع إقامة الحد علينا حتى نتفرق، وإن حاول محاسبتنا فسيثور الأعراب عليه. ولماذا يثورون عليه؟ لأنهم يظنون أنهم هم من جعلوه خليفة. ألم تسمعهم يتبجحون بقتل عثمان وإقامة علي مكانه؟ بلى، سمعتهم. فإن أراد الاقتصاص منهم فسيقولون إنه خدعنا حتى تم له الأمر. كيف يخدعهم وهو لم يكن موافقاً لهم من البداية وكان معارضاً لقتل عثمان؟ أكثر هؤلاء وصلتهم كتب بخط علي وصدقوا أنها منه، لذلك تراهم يتجرؤون على الصحابة. وابن عديس والغافقي وغيره، هؤلاء جاء بهم غرورهم، أما الرعاع فقد جاء بهم غباؤهم، وكلاهما رأى أنه لا بد من قتل عثمان. فما الصلة بين هذا وبين بقائنا هنا؟ كل الصلة،
ما توقاه عثمان سيتوقاه علي، فهما من طينة واحدة وإن اختلفت الطباع. تقصد أن علي لن يقاتلنا كما فعل عثمان درءاً للفتنة؟ أجل، بدأت تفهم. علي سيفكر بأسلم الحلول درءاً للفتنة. وما هو أسلم الحلول؟ أسلم الحلول هو يدعنا نتفرق ونعود إلى ديارنا، وعندما يستتب له الأمر يطلب من القبائل كلها تسليم من شاركوا في الفتنة ليقاضيهم، وهذا مطلب الحق. يا ابن سبأ، سنخسر رؤوسنا من وراء هذا الحق. أوجئت بنا إلى حتفنا؟